تتحمري الدجاج وتصوبيه، عندك باش ديري بسطيله ديريها، ما عندك ساي ديري البروات، ديري الدجاج محمر، ديري مفور، ايوا طيبي تجمعو؟ اه تجمعو، ديري اللحم بالبرقوق، ايوا ودي سير والمناضه والعائله مجموعه، وتتكمل الليله زوينه، اليوم ندير الدجاج محمر انا وندي اللحم بالبرقوق، ايوا وزي غزال داك السي، والحلوه، الحلويه عاد ديال مكانسه، والحلوه مشكله وكل شيء. وتدوز العشيه زوينه والحريره والحلويات وداكشي المعقوده بيتزا داكشي كلشي معمر متول كرواسات كلشي تيتصاوب بلدي الله يبارك اللي كيدير الطعام مثلا بسبع خضاري والتفايه والحمص انت ماشي عاده كلشي كيدير الدجاج وكاين اللي كيدير سميتو الطعام التفايه والبيض المسلوق اييه تيزوقو بالبيض فهمتي وهذا هو اللي كيدار في الحلويات خلاص هذاك الشيء عاوتاني كيبقى لي ديما كيحطو فهمتي وكاين عاود اللي كيدير كما قالت السيده الدجاج معمر وكيدير الروز مثلا الروز فهمتي البوار فهمتي على حسب داك الشيء والعائله راها مجموعه النص ديالهم الناس كتقدا الورقه كيتقداو اللحام كيتقداو الدجاج شباكيه بريوات داو كلشي وكان عاوتاني اللي كيوجد للعيد العيد في هاد 15 يوم كيوجدو عاوتاني للعيد الحويجات كيشريو حليوات ديال العيد بزاف ما يدار كاين بزاف ما يدار الورقه عليها الاقبال في رمضان كامل كيكون عليها الاقبال الورقه الناس كتبغي تصاوب داكشي شهيوات خفاف اللي كيفطر دوك البريوات الصيله دوك المحنشه الورقه ديما عليها الاقبال في رمضان في عليها الاقبال قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي